بهذه الكلمات وبعدأن أضحت مدينة عدن سجناً كبيراً للعديد من أبنائها، رفع المواطنون هنا شعارات منددة بتجاوزات القوات الإماراتية والميليشيا الموالية لها. الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً أمام قصر المعاشيق في عدن، اتهمت قوات أمنية تدين بالولاء للإمارات بالوقوف خلف اختطاف وسجن أبنائهن المستمر منذ أكثر من عامين. وقفات عديدة كانت نفذتها أمهات المختطفين والمخفيين قسرا في عدن للمطالبة بكشف مصير أبنائهن، وهو طلب قبل بصمت مريب تبديه الحكومة تجاه تجاوزات القوات الإماراتية في ظل تصاعد للأخبار التي تتحدث عن تعرض المختطفين لجلسات تعذيب نفسية وجسدية عنيفة، ما دفع العديد منهم للإضراب عن الطعام. الوقفة أكدت في بيان لها على ضرورة التحرك الأممي لإنقاذ حياة المعتقلين بسجون القوات الإماراتية في عدن بشكل عام ومعتقل سجن بئر أحمد بشكل خاص. منظمات حقوقية دولية طالبت الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين في سجن قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات في عدن، بالإضافة إلى السجون السرية في المكلا وشبوة. آخر الوقفات كانت لأسرة المختطف الناشط والتربوي زكريا قاسم، وذلك بالتزامن مع مرور عام على اختطافه وتسرب أنباء عن مقتله تحت التعذيب، وهو ما دفع زوجته للخروج بهذا التصريح. اليوم زكريا أحمد قاسم المختطف منذ حوالي عام، في الوقت الذي أنا منتظر رجوعه بفارغ الصبر والمطرق علي الباب يفنحي في عودته، إلا أن تسرب كلام أنه حصل له كده وتوفى وتعدى ونقل وكذا وكذا، وأنا أحمل المسؤولية أمين العام شلال وزير الداخلية الميسري وعبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. زكريا قاسم عضو في المجلس المحلي في مديرية المعلى وناشط في مجال الإغاثة، بالإضافة لكونه قياديا في حزب الإصلاح. 3 سنوات على تحرير العاصمة المؤقتة من سيطرة ميليشيا الحوثي، ولا تزال المدينة ترزح تحت سطوة ميليشيات أخرى وبعناوين مختلفة.